يتوالى سقوط العصابات المسلحة في عدن، ومعها يتحسن الأداء الأمني في العاصمة المؤقتة، وتلتقط المدينة أنفاسها بعد أكثر من عام على تحريرها من ميليشيا الحوثي والمخلوع. القوات الأمنية في عدن أعلنت إلقاء القبض على عصابة مسلحة تقف وراء الكثير من عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادات في الأجهزة الأمنية والعسكرية والمقاومة الشعبية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لشرطة عدن بأن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص اعترفوا بتشكيلهم الخلية بغرض خلق حالة من الإرباك والفوضى في المدينة، كما أقروا بمسؤوليتهم عن عمليات اغتيال طالت قيادات أمنية وعسكرية وفي المقاومة، من بينهم أحمد الإدريسي ورفاقه الذين تم استهدافهم أواخر العام الماضي. واللي جاب لنا الشخص هذا جاب لنا يا ناصر سعيد مقدح، وكان معه شخص من طرف أبو سالم رجال كبير، تمام؟ والظاهر إنه كان حتى دفع لنا مبالغ مغرية من 20,000 ريال سعودي غير اللي يغطوا من 5,000 ريال سعودي. يأتي هذا في حين أعلنت الشرطة أيضاً إلقاءها القبض على قيادي كبير في تنظيم القاعدة يدعى خلاد الدبا في إحدى ضواحي مدينة الحوطة بمحافظة لحج المجاورة. الاعترافات التي تم تسجيلها لعناصر هذه الخلية تشير لأنها مرتبطة بقيادات من تنظيم القاعدة وأنها نفذت عملياتها لصالح التنظيم، إلا أن شكل العمليات التي نفذتها والهدف منها يبدو متسقاً مع أهداف وطريقة جماعة أخرى يجمعها بالتنظيم نفس الهدف، وهو إشاعة الفوضى وعرقلة أداء السلطة الشرعية في المدينة. حوادث الاغتيالات التي أرقت المدينة وساكنها طوال أكثر من عام ولا تزال كشفت بعض أسرارها، وإن لم يتم إقفال هذه الصفحة السوداء من عمر المدينة بعد، إلا أنها تبدو في طريقها للانحسار مع تعافي الأجهزة الأمنية وبدء مرحلة تطبيع الحياة في عدن.